السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. لا بد أن الصورة التي تظهر أمامكم الآن فهي صورة ضبابية، يعني هذه الصورة غير واضحة. هناك العديد منكم لديه صور قديمة يريد أن يقوم بتحسين جودتها. إذن فكيف يمكننا القيام أو تحسين جودة مثلا هذه الصورة التي تظهر أمامنا أو الصور التي نتوفر عليها الخاصة بنا، أو سواء كانت خاصة بك أو صور تستخدمها مثلا في صورة مصغرة للفيديوهات الخاص بك أو على الفيسبوك أو الانستغرام أو أي موقع ترفع عليه الصور. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أريك موقع من إحدى المواقع التي سوف أضعها لكم تقوم بتقديم لك خدمة لتحسين جودة هذه الصورة بشكل لا يصدق، أو هذا الموقع سوف يبهرك وسوف يظهر لك كيف يمكنك أن تقوم بتحسين جودة الصور الخاصة بك من جودة رديئة إلى جودة عالية جدا. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. كما تلاحظون فالصورة تظهر أمامنا فهي صورة غير ضرب، صورة غير واضحة، ضبابية، وكذلك صورة باهتة جدا وقديمة جدا. سوف نقوم بتحسين جودة هذه الصورة. كل ما علينا فعله هو أن نقوم بالذهاب إلى هذا الموقع الذي سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. تقوم بالدخول إلى هذا الموقع، تقوم برفع الصورة من خلال هذا الخيار. هذه هي الصورة نقوم برفعها، نقوم بعمل Open. بعد ذلك سوف يعمل على عملية رفع الصورة وتحسين جودتها. ننتظر لبضع ثواني، سوف يستغرق معك الأمر دقيقة أو لبضع ثواني كما تلاحظون معي هنا، يعطيك الوقت أو كذلك الفترة الزمنية التي يستغرقها في عملية تحسين الصورة. ننتظر لبضع ثواني ريتما يتم عملية إصلاح هذه الصورة، وسوف نعمل على تنزيلها، وسوف تلاحظون الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية بعد استخدامنا لهذا الموقع. هناك بعض المواقع الأخرى سوف أضع لكم إن شاء الله رابط التدوين كما العادة، تجدون فيها كل الروابط الخاصة بالمواقع. من إشارة ندعوكم إلى زيارة الموقع الخاص بنا، سوف تجدون العديد من الأمور التي قد تهمكم من حلقات حول كل ما يتعلق بالتقنية، كذلك القناة الخاصة بنا على اليوتيوب، كذلك صفحتنا على الفيسبوك. ننتظر ريتما يتم الانتهاء من عملية فحص وكذلك تحسين جودة الصورة الخاصة بنا. جيد، كما تلاحظون معي هذه هي الصورة من قبل، before after، يعني قبل وبعد عملية التحسين. الآن سوف نعمل على عملية تنزيل الصورة. ننقل على هذا الخيار قم بالتنزيل، ثم ننتظر ريتما يتم تنزيل معنا الصورة. جيد، هذه هي الصورة. نقوم الآن بعملية الفتح الصورة التي قمنا باستخدامها. لاحظوا معي هنا الفرق كبير جدا بين هذه الصورة والصورة الأخرى. لاحظوا معي هنا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية قبل وكذلك بعد عملية تحسين جودة الصورة. فلاحظوا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية إخواني الكرام. هذه الصورة تظهر بشكل رائع جدا، والصورة الثانية باهتة جدا، وهذا هو الفرق كما قلنا. وهذه الطريقة لتحسين جودة الصور الخاصة بك، رفع جودتها، كذلك تحسين جودتها وغيرها من الأمور. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.